السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، البداية بأبرز العناوين. وزير الدفاع يناقش مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي سير العمليات القتالية وآليات التنسيق على امتداد مسرح العمليات. أبطال الجيش والعمالقة يواصلون تقدمهم غرب شبوة وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية. ومقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارات مكثفة مواقع وشبكات اتصالات حوثية في صعدة والحديدة وعمران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد إمداد اللواء الثالث عمالقة علي المنصب عزب الكازمي وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأشاد فخامة الرئيس في برقيته بالبطولات التي سطرها الشهيد البطل ورفاقه في ميادين العزة والكرامة لمواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية ودفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، مؤكدا أن المواقف البطولية للشهيد ورفاقه ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة أبناء الشعب اليمني. وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد إمداد اللواء الثالث عمالقة البطل علي المنصب بعزب الكازمي وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والكرامة. وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والنضالية في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وما جسده ورفاقه أبطال العمالقة والجيش والمقاومة من تضحيات في مواجهة وهزيمة ودحر ميليشيا الإنقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل وكافة زملائه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواض بن مبارك في منتدى الشباب العالم بتكليف من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وتستمر أعمال المنتدى الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم حتى 13 من مارس من العام الحالي. ويعد المنتدى منصة عالمية ومنبرا للرأي يشارك فيه الشباب من جنسيات مختلفة لإجراء حوار حول القضايا الدولية التي تهم حاضر البشرية ومستقبلها، كما أنه يمثل فرصة للتعبير عن آراء الشباب وتبادل الأفكار والخروج بتوصيات ومبادرات بحضور كبار المفكرين وصناع القرار. ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى جلسات نقاشية وحوارية تشمل العديد من المواضيع السياسية والبيئية والصحية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإعادة الإعمار في المناطق التي شهدت النزاعات، وذلك بغرض استشراف المستقبل وبحث تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة. ويرافق وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال المشاركة سفير اليمن في مصر الدكتور محمد مارم. ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المغدشي بمأرب مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي للقوات اليمنية اللواء الركن يوسف الشهراني، ناقش سير العمليات القتالية على امتداد مسرح العمليات بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز. وركز اللقاء على آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في بلادنا في المعركة المشتركة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية والانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألوية العمالقة بمساندة من التحالف في جبهات محافظتي شبوة ومأرب.
وجدد وزير الدفاع الشكر والعرفان لجهود تحالف دعم الشرعية في بلادنا بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المعركة العروبية للدفاع عن الأمن القومي المشترك ضد المخططات التوسعية الفارسية، منوها بالدعم والإسناد الكبير الذي تقدمه قوات وقيادته قوات التحالف للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي وما يقدمونه من الدعم اللوجستي والإسناد الجوي للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، والذي كان له الأثر الأساسي في إفشال مخططات الميليشيا وتدمير قدراتها. وبارك القادة الانتصارات والتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في شبوة والبيضاء، منوهين بالالتفاف الوطني والعروبي في هذه المواجهة الوجودية للتصدي للتهديدات المتربصة بالأمن القومي وأطماع فرض الهيمنة على المنطقة. ومن جهته أكد قائد قوات الدعم والإسناد السعودي اللواء الركن يوسف الشهراني أكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة حتى تحقيق النصر واستعادة دولته وأمنه واستقراره، مضيفا أن القوات المشتركة لن تدخر جهدا في إسناد الجيش والمقاومة وتقديم الدعم العسكري واللوجستي والإسناد الجوي للمقاتلين في مختلف الجبهات. تفقد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد إعادة التأهيل والصيانة الجارية بمبنى الوزارة القديم الكائن بمديرية التواهيب في العاصمة المؤقتة عدن، واستمع الدكتور حميد من مشرف المشروع المهندس صالح الخلاقي إلى شرح حول سير العمل ونسبة الإنجاز والاحتياجات والمستلزمات الخاصة بالتجهيز. أكد وزير النقل على ضرورة استكمال كافة التجهيزات وإنجاز المشروع بأسرع وقت وبدء مباشرة العمل بمبنى الوزارة الجديد خلال هذا العام. كما اطلع وزير النقل برفقة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي على سير العمل بالهيئة العامة للشؤون البحرية، متلمسا الصعوبات التي تعاني منها الهيئة والجهود التي قامت بها الوزارة في المراحل السابقة لتعزيز دور الهيئة بهدف الارتقاء بخدماتها في حماية الملاحة البحرية في المياه اليمنية. وتعرف الوزير على نشاط فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن ومستوى الخدمات المقدمة واحتياجاته من صيانة وتأهيل للزوارق البحرية، حاثا الجميع إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية البحرية التي تقدمها الهيئة للشركات الملاحية. ناقش اجتماع موسع بوزارة الكهرباء والطاقة التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات التوليد بموجب اتفاقية المنحة وما تطلبه من توريد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد وكافة الخطوات والإصلاحات المطلوب اتخاذها للوفاء بالتزامات المنحة. وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها والإسراع في توريد المبالغ الإيرادات للحساب المشترك والالتزام بكافة المعايير لضمان استمرار تدفق منحة المشتقات النفطية. وخلال اللقاء أكد أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج على أهمية الوفاء بهذه الالتزامات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والعمل على الحفاظ على استمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها. ومن جانبه استعرض نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء المهندس وليد العباسي الأهمية التي تمثلها منحة المشتقات النفطية والنتائج الاقتصادية التي تحققت من ورائها وتقديم العون للحكومة وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة في توفير الوقود. وكان وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل أكد أن الوزارة عازمة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وذلك للنهوض بقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية والحد من ساعات الانطفاء. في أخبارنا الميدانية، واصلت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة التقدم ميدانيا في مديرية عين غرب محافظة شبوة وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية. وفي الأثناء تواصل قوات الجيش وألوية العمالقة خوض معارك مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطهير مديرية عين بالكامل بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وتمكنت قوات الجيش الوطني والعمالقة خلال الساعات الماضية من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية، وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.
شن طيران تحالف دعم الشرعية في بلادنا غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والحديدة. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت شبكات الاتصالات في مديريات سحار وحيدان ومنطقة العبدين في محافظة صعدة، كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات شبكات اتصالات لميليشيا الحوثي في محافظة عمران. وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدف بأربع غارات مواقع للميليشيا في مديرية تحيتة والجراحي جنوب محافظة الحديدة. أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في بلادنا مقتل 270 مقاتلا من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بغارات جوية خلال الساعات الماضية في محافظتي شبوة ومأرب. وقال التحالف إنه استهدف الميليشيات ب49 غارة جوية، منها 38 غارة في محافظة شبوة و11 غارة في محافظة مأرب. وأضاف أن العملية أسفرت عن مصرع 220 عنصرا حوثيا في شبوة و50 عنصرا بمأرب، بينما دمرت مقاتلات التحالف 36 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في المحافظتين. أعلنت قوات الجيش الوطني بدء معركة استعادة مديرية حريب في محافظة مأرب من سيطرة الميليشيا الحوثية بعد غرب السيطرة الكاملة على مديرية عين بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الوطني والعمالقة مسنودين بمقاتلات التحالف العربي يواصلون التقدم إلى مديرية حريب بعد وقوع عناصر الميليشيا الحوثية في كماشة بعد السيطرة على مديرية محافظة شبوة خلال الأيام الماضية. وقالت مصادر عسكرية إن قوات العمالقة سيطرت على وادي جربان والمجبجب وتدور معارك عنيفة حاليا على مشارف معسكر ومقر اللواء 153 شرق نجد مرقد بمديرية عين. قال مصدر محلي أن شابا مدنيا استشهد بانفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية في محافظة حجة. وأوضح المصدر أن الشاب عبد الله محمد حرملي البالغ من العمر 19 عاما انفجر به لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء ذهابه إلى مزرعته في مديرية حيران بمحافظة حجة، ما أدى إلى وفاته. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزع 2427 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي زرعتها ميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان له بأن الألغام المنزوعة منها 110 ألغام مضادة للأفراد و1684 لغما مضادة للدبابات و608 ذخائر غير متفجرة و25 عبوة و25 عبوة ناسفة، مشيرا إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن بلغ 303279 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2021. وأضافت اللجنة في بيان صحفي أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4076 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، بينهم 403 قتيلا منهم 30 امرأة و48 طفلا، وكذلك 768 جريحا من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال. وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلا، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتدمير ل580 من المباني العامة والخاصة
ووثق الفريق تفجير 60 منزلاً وتهجير 106 حالات، كما عبرت اللجنة عن إدانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية. شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرق بن سلمان البحصني بالمكلا شهد حفل تخرج الدورة الإنعاشية لمنتسب الأمن العام الذي تقيمه الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت. وقدم خريج الدورة عرضا عسكريا مهيبا مجسدين خلاله صورا تؤكد مدى التحامهم واصطفافهم خلف قيادتهم، وأظهروا جاهزيتهم ومعنوياتهم العالية للتصدي لأي مخاطر تهدد أمن واستقرار حضرموت. وحي اللواء البحصني في كلمته منتسب الدورة على ما قدموه من عرض عسكري، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد تخرج دورات للأجهزة العسكرية والأمنية بشكل مستمر كونها الوسيلة الناجحة لرفع مستوى كفاءة منتسب الجيش والأمن. ووجه محافظ حضرموت رسالة إلى منتسب الجيش والأمن والمواطنين كافة، أكد فيها أن أي دعوة لتشكيل قوى عسكرية خارج المؤسسات العسكرية والأمنية أمرا مرفوضا، ولن ينفع حضرموت ولا الوطن، مطالبا من الجميع بالتفاعل مع مبادرة السلطة المحلية لتنظيم مؤتمر جامع يتم خلاله تقييم المرحلة السابقة ووضع الخطوط العامة لسياسة حضرموت والحفاظ على أجهزتها العسكرية والأمنية. حضر الحفل رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بحضرموت. في السياق، ناقش وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس تنسيق الجهود بين الوحدات العسكرية والأمنية في سبيل تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري ومدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت العميد العيدروس، ناقش مستوى التعاون والتنسيق بين وحدات المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية وانتشارها داخل المدن وعلى مداخل المديريات ودورها الملموس في حفظ السكينة العامة وضبط المطلوبين أمنيا. وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود المشتركة التي تبذلها الوحدات والأجهزة الأمنية في وادي حضرموت لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وفرض هيبة الدولة والحد من الظواهر التي تعكر الصف العام وتأمين جميع المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والخاصة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة مشاهدين الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدفاع يناقش مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي سير العمليات القتالية وآليات التنسيق على امتداد مسرح العمليات. أبطال الجيش الوطني والعمالقة يواصلون تقدمهم غرب شبوة وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات الحوثية. مقاتلات التحالف تستهدف بغارات مكثفة مواقع وشبكات اتصالات حوثية في صعدة والحديدة وعمران. انتهت نشرة الأخبار مشاهدي الكرام، نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. في أمان الله.